أفادت مصادر بأن تركيا استأنفت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محوري تل رفعت وعين العرب شمال شرقي حلب في سوريا. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقتلع شوكها بأيديها شمالي سوريا. وأضاف أردوغان: الولايات المتحدة أرسلت ما بين 4 إلى 5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا للتنظيم الإرهابي وحدات حماية الشعب الكردية، ورغم حديثي عن ذلك مراراً وتكراراً لا يكترثون أبداً.